حنا تنريبوا هذا الشيء ديالنا، الديور ديالنا والجذور ديالنا والبلاصه فين خلقنا وفين تزادينا جميعا حنا هاد الناس. حنا هاد البلاصه هذه عائله وحده، كنا ساكنين هنايا وداك الشيء راه يعني ويزيد على واحد 100 عام وكثر باش كنا سكننا هنايا، وهذا 100 بحال هكاك 150 عام اللي هذا الوالدين ديالنا والجدود ديالنا كانوا هنا، كانت باقا على سبعه خاوة. هذه شاطئ النحله، ولكن هنا الدوار ما عندنا حتى شي سميه ديال الدوار، حنا عائله وحده ساكنين هنا ماشي دوار، هذا حنا غير عائله، حنا بعضياتنا ساكنين هنايا. كيفاش كانت الظروف ديال العيش هنا؟ الظروف ديال العيش كان فيها الحوايج اللي زوينين، كانوا فيها الحوايج اللي خايبين، بحال اي بحال اي بلاصه، ولكن حنا صعوبه المعيشه حدا البحر. عندنا حنا بزاف ديال الناس هنا ما خدامينش يعيشوا من البحر، اللي عندهم مدخول ديالهم من البحر، ودابا من الانسان تحول ومشى للكرا ومشى لهذا غتجي شويه الظروف شويه صعيبه عليه، ولكن الحمد لله على كل حال هذا هو خلى هذاك حان الموعد. الانسان دابا ضروري ملي تيكون تعيش شي بلاصه اللي ماشي منكم ماشي هذا، ضروري الانسان غيجي واحد النهار غتاخذ في حقه هذه الاجراءات ديال التحوال ديال الهدم. الحمد لله ان السي العامل ديالنا الله نشكره من هذه البلاصه هذه، انه هو تعامل مزيان، الاجراءات كانت في الوقت، كل شيء كان في الوقت الحمد لله، كل شيء غادي ان شاء الله يستافد. نتمنوا الله ان يتم الوراق ديالنا وداك الشيء يكون بواحد السرعه، ان الناس ما عندهمش مدخول ما عندهمش مده ما يقدروش يكريو. وعندنا حنايا هنا العائلات قلت لك كما قلت لك تعيشوا من البحر، ولا كانت عاوتاني المشكل ديال الكراء ما غاديش يقدروا يخلصوا هذا. وتنتمنوا من الله ان الاجراءات تسرع بهذا الشيء اللي كاين، تكون الاجراءات سريعه في هذا الملف. وتنشكروا القائد ديالنا اللي كان معنا في المستوى وكان دائما متقرب منا ودائما سمع المشاكل اللي عندنا ودائما تعاطف معنا، يعني شاف الظروف ديالنا وداك الشيء، يعني تعاطف معنا يعني بالنفس النفس ديالو ماشي لهذا. كان الحمد لله من قلبه تعاون معنا وكان تيسمع لينا، واخا هو من دوره حتى هو دار معنا بزاف ديال سميتو وسمع لينا. بالاهم حاله في الدار الكبير ليه هو انه سمع لينا، هذا هو اللي اهم عندنا حنايا. والسي العامل بنفسه سهر على هذا الشيء ديال هذه الاستفاده ديال هذه البلاصه هذه المحلات اللي حنا فيهم. والسي الباشا حتى هو تم الحضور ديالو جا عندنا وداك الشيء حضر دار سمع لينا وعاوننا وقال لي وشجعنا وداك الشيء ان الامور كل شيء غيدوز بخير وعلى خير. والسلطات من المقدم حتى الشيخ حتى المخزني حتى من كل شيء، والفضل الكبير تيعود لصاحب الجلاله الله ينصره انه هو من دائما تيمشي للناس هذو الدواوير وداك الشيء، انه ما تيفكر فينا وتيفكر في الناس اللي عندهم هاد الظروف بحال اللي تيعيشوا بحال داك الشيء اللي عندهم المعيشه ديالهم قليله واللي ما تيتوفرش على السكن اللي هو جيد. نتمنوا من الله ان كل شيء يكون مزيان والظروف تكون مهيئه لهاد الناس انهم ما تكملش الاجراءات ما تاخذش مده طويله. وحنا الصراحه حنا مولفين هنايا، ولكن جا القدر صافي الاجل تقاضى هنايا ضروري ما نتحولوا، حيت واخا انا عندي 70 عام زيد هنايا في البلاصه، ولادي تقريبا الكبير فيه راه عنده تقريبا 45 عام زيد هنايا ولا فهاد ولادي، ولكن الاجل ديال تقاضى صافي ما عندنا ما نديرو، حد الاجل تقاضى ما عندنا ما نديرو صافي. كيفاش كان التعامل ديال لا كان التعامل مزيان من السيد العامل والباشا والسلطه وكاع السلطه كلهم تعاملوا مع المعلم مزيانه كلها، ما لقينا حتى شي عراقيل والو، عراقيل ما كايناش لا منا حنا لا منهم. بالنسبه شحال ديال المده وانتم ساكنين؟ حنا كنسكنوا دابا 130 عام كنسكنوا هنايا، دابا عندي خوتي قبر مني انا، الوالد تزوج هنا وعندي خوتي انا الصغير فيهم كنت عندي 70 عام، انا الصغير في خوتي 70 عام، عاد عندنا اولاد ولادنا. يعني وبالنسبه للاستفاده يعني الحقون لا الاستفاده كاينه، قاونا باستفاده كاينه، عطونا استفاده الحمد لله، يعني داكشي لا كل شيء الحمد لله موجود، كل شيء كاين، داكشي كاع اللي قاولنا به كاين. ما كانش واحد الاحتقان بينكم؟ لا 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 لا, لا. هذا جاو علمونا قال لك اودي ها كاين وها كاين غتتريبو، قلنا مرحبا صافي وزنا المسائل الورقات ديالنا كلشي ديالنا ما كاين حتى مشكل والو. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. العفو اخويا العفو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.